يقول بأنه يريد الحج إن شاء الله هذا العام، ولكن يريد أن يذهب إلى مدينة جدة أولا، فهل يجوز أن يحرم من جدة؟ كل من أراد الحج أو العمرة فإنه يجب عليه إذا مر بأول ميقات أن يحرم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، فلا يجوز لمن مر بالميقات وهو يريد الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات حتى يحرم. والأمر نعم سهل، إذا أحرم من الميقات ووصل إلى جدة طلع إلى مكة وفي خلال 3 ساعات أو أقل أو أكثر قليلا يرجع إلى جدة بعد أن أدى عمرته ويبقى فيها حتى يأتي وقت الحج، فإذا جاء وقت الحج أحرم من جدة. نعم.